الاساس في الجزائر بتختلف كثير عن اساس البطوله عشان هو نفس السياسه بس المهم تفعيلها. المهم ان الناس تساعد الحكومه على تنفيذ سياستها وتنتصر عليها. ان الاحتياجات والاعتصامات والكلام اللي موجود ده اي حكومه ان شاء الله جايه بدين لابنها تشتغل طبعا استحاله. في ناس بيقول لك حتى لو جابوا سيدنا محمد رئيس الحكومه هيختار طبعا لازم الطريق مش حاجه تديني فرصه او وقت مش طب قانون الاداره المحليه الجديد ممكن ده عايزين اخر فترات اخر كلام عنه وهل هيتعرض على مجلس الشعب ولا مفيش في المجلس؟ لا هو طبعا لو هيعدي مشروع قانون الاداره المحليه الجديد هيجيبه النهارده على مجلس الشعب. اصل كل وزير كان بيجي كان بيقول لك احنا هنعمل قانون مثلا احنا هنعمل قانون الاداره المحليه يعني سواء كان السيد محسن نعمانه او الوزير قبله كان بيقول لك ان احنا في مشروع قانون هنعمل قانون جديد وهنعمل مثلا سن الترشح للمجالس المحليه 21 سنه بدل من 25 دي 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 خطه طويله في الاخر. احنا عايزين نعمل حاجات في الفتره اللي احنا قاعدينها فيها. ثلاث اربع شهور بس ما فيش حاجه عن القانون ما فيش اي لا 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 لسه مش محدد. هو في نيه الاعلام المحليه الجديده الفتره الجايه ولا لسه ما شفتوش لا لسه ما لسه ما شفتوش مثلا حاجه من بره او لا لا لسه ما شفتوش حاجه. هل سمعت في الفتره الجايه بعد سيطره السياسه الدوليه هتختلف هتكون ليها وجه اخر؟ عايزين نعرف مدى دستورية الدور الرابع مكتوبة فيه دلوقتي خلاص مدرسة ايه؟ طب من أربعة اسمها الفقيل مسلحة بقى بالاتفاق مع المجلس الاستشاري خدت في نهايتها 1/7 مش عايزين نرجع لورا بقى نلتزم بهذه أشهر معدودات مظبوط مش كده؟ أصل في ناس بتطالب بتقول لك احنا عايزين مثلا انتخابات رئاسية ومش عارفين ما ينفعش تم السيطرة عليها ما ينفعش كده جاي في الانتخابات الرئاسيه مش لازم تطلع الفصول الاول في الانتخابات. انا قبل 100 عشان يجي على التخصصات وليه التخصصات. يا دكتور رابط كنا عايزين نعرف الموقف القانوني للناس المنفصلين معطين مجلس الوزراء قدام مجلس الوزراء. دول مش المفروض يطبق عليهم القانون هم معطين مصالح. لا طبعا المفروض يطبق عليهم. يعني هو غير قانون ان هم يعطوا مصالح. لا طبعا تعطيهم مصالح تعطيهم مصالح. جريمه معاقب عليها في القانون. طب ممكن هل يتم اجراء تحديد موعد اجراء الانتخابات المحليه بعد مكان انتخابات مجلس الشعب؟ مجلس الشعب لا ما اعتقدش لا ما اعتقدش عايز فتره هنشكل المجالس الحاليه المؤقته تقوم بدورها لحد ما مش مستعجله طالما احنا شكلنا المجالس الحاليه المؤقته هيبقى مش مستعجله اجراء الانتخابات. طب لو احنا كنا كان حال حضرتك في مجلس الوزراء سواء كان الحالي او السابق كنتوا تتوقعون نسبة تقبل لك شهادات الانتخابات الفترة دي؟ نسبة تقبل كبيرة مش كنت تتوقع؟ انا كانت نسبة متوقعة؟ نسبة متوقعة طبعا. ودي رجع الى ان احنا حسينا في الاستفتاء على التعديلات المصريه ان شاء الله كانت النسبه كبيره دلوقتي الوضع اتغير خالص وان المواطن حس ان صوته له قيمه وان النتائج هتبقى معبره عن صوته لاراء لاصوات جميع الناخبين مش هتبقى النتائج معدله سابقا كما في العام السابق. يعني مفيش مثلا هو قال لك مفيش تغيير دلوقتي مفيش تغيير مفيش عارف قضاء وعارف ان صوته له قيمه فكل واحد بيزرع عشان يدي صوته بجانب فتح ان انتوا عملتوا تصويت برضه سمحتوا للمصريين اللي خرج من مصر طبعا اول مره اول مره في التاريخ طب
لو احنا هنقول مين رئيس مجلس الشعب القادم من وجهه نظر حضرتك في مصر، فلسه هننتظر برضه نجاح الثلاثيه بخصوص الاخر. يعني مين المرشحين من يعني لو احنا الشعب كنت تختار مين؟ افندم في ناس كثير بتقيد المستشار محمود الفضيل. والله انا لو عضو مجلس الشعب هو المختار. احنا محتاجين فعلا اكثر من رئيس جمهورية، اكثر من واحد. ده لكم فاول لعيب يتنان مع اول وقع، ده عبء كبير جدا. وحيدا هو الدكتور كمان المنزول اتبع بيهم عشان حد يقبل ان هو يجي معاه في الوزارة، كلهم رفضوا. وقالوا جماعة ساعدوني ساعدونا، أنا عايز أسلم البلد، أسلمكم البلد، لأن الحقيقة رئيس الجمهورية ده لازم يجي في بلد ليها كيان، البلد وقع. وهو المجلس أعتقد بجد برضه اتكسر في دي ما فيهاش كلام، دي ما فيهاش كلام. هم عايزين يمشوا النهارده أو بكرة، وغير صحيح اللي بيتقال إن هم عايزين يقعدوا وعايزين بتاع، الكلام ده غير مظبوط، غير مظبوط على الإطلاق. ده كل يوم بتحرق أعصابهم. ما بيناموش. لا لا هل سيتم ادراج ضحايا من شارع محمد محمود وشارع الحامي ضمن الاسماء شارع ايه؟ ضحايا الاحداث الاخيره الناس اللي سواء ماسبيرو ماسبيرو ومحمد محمود اتحطوا فعلا، انما بقى احداث مجلس الوزراء لسه ما اتحركتش لسه. ممكن تكون في نيه ادراجها مش هنقول مثلا دولار؟ لا ما اعرفش، لجنه هتجاوب على التساؤل. بالنسبة لإدارة مخلفات الصلبة وضمت الموضوع، أستاذ تحقيق فيها على الموضوع، هتكون شكلها إزاي؟ شكلها يعني مثلا الهيئة اللي الإدارة مشاهدة دلوقتي، إحنا إنشأنا الهيئة تبع وزارة التنمية بالمعمولة الاتحاد الاوروبي اختار كذا محافظه كنموذج للمسألة. احنا عشان الهيئه باعتبار هم طلبوا مننا ان يكون في جهه رسميه تتلقى المعونه وتعمل بينها وبين المحافظات اللي هم اختاروها خمسيه، اختاروا اثنين حصتين، وبعد ما خلصوا هيختاروا اثنين تانيين. ده محافظين من القاهره ولا ايه؟ لا مش القاهره، مختاروا دول من كفر الشيخ واسيوط اظن. كفر الشيخ واسيوط. والاثنين اللي اختاروهم من دول هيبقى انتوا اللي اختاروهم ولا هم اللي اختاروا؟ لا هم اللي اختاروا. هم بس الوزاره ما لهاش يعني. احنا هيبقى في الهيئه دي هيبقى في كل محافظه موظفين موجودين بالتنسيق معانا، هنتابعهم يتولوا مسألة المخلفات في المحافظة اللي هم موجودين فيها. بس هل في مثلا برضه انشاء مصانع للتدريب هم برضه دي لا هم طبعا هم هيعملوا كده، هتنشأ طبعا مصانع للتدريب. طبعا. العائد بتاع المصانع اللي بتعمل اداره الهيئه دي
هيعود ازاي؟ ليه نسبه مثلا وزاره التنميه المحليه او الدوله عموما ليها نسبه فيها؟ ولا كل الدخل العائد هيعود ليها؟ لا بس لسه ما لسه ما فيش يعني نظام العقد يعني ما لسه ما فيش العقد ده لسه ما فيش.